أولا السلام عليكم بس محمد. طبعا الأسعار الآن لما تريدني من الإدارة التجارية يساعد الشباب يشتغل عليها بإذن الله، يعني احتمال بكرة إن شاء الله تكون موجودة وتنزل بإذن الله على الصفحة الرسمية للشركة. الزيادة حتكون بنسبة 183% صوتا بالإخوة في شركة الخطوط الأفريقية. طيب هناك من يقول ان يعني انكم تبالغون في رفع الاسعار لتغطيه العجز خصوصا فيما يخص بند المرتبات، هل هذا صحيح؟ يا اخي الكلام هذا بعيد عن الصحه. كيف يعني بغطي عجز؟ احنا لما حسبنا المبالغ هذه هي في مصروفات، يعني زي ما طرق زميلي عمران عندنا خدمات أرضية، عندنا مناولة، عندنا عبور، عندنا مرطمات تأخذ بالدولار، عندنا محطات خارجية، فالأمر هذا هي بالعملة صعبة مش حيتعاملوا بالعملة المحلية. طيب يعني هل في مساعي مع المجلس الرئاسي لرفع الضريبة عنكم أو استثناء شركات الطيران الوطني أو قطاع الطيران بشكل عام؟ الحقيقه قاعدين احنا في مساعي مع السادة في المجلس الرئاسي وفي مصر ليبيا، نتمنى ان هم يعني يرفعوا الموضوع هذا عن الشركات او يستثنون احنا كشركات طيران، لان الحقيقه الاسعار جديده ما تخدمش المواطن، اسعار مبالغ فيها شويه، اسعار باهظه للامانه، يعني لا يستطيع المواطن عليها الحقيقه. يعني واحنا فيما سبق تكلمنا في اكثر من مناسبه وقلنا ان احنا كشركات مع المواطن وليس ضد المواطن.